حسنا يا أولاد، نكاد نصل إلى موقع إطلاق صاروخ الفضاء، حيث سنرى أول صاروخ ينطلق إلى الفضاء باستطاعتنا مشاهدة رحلة أبولو 11. أليس هذا مثيرا؟ كانت المرة الأولى التي يطع فيها إنسان سطح القمر. سيدي، أظن أن عليك أن تبدل برمجة نوعية الصورة. في الستينيات لم يكن هناك برمجة لنوعية الصورة يا رشيد. لكن يا أستاذ، الصور رديئة. إن هذه الصور حقيقية. ها هو نيل أرمسترونغ يطأ الخطوة الأولى للإنسان على القمر. هل أنت واثق هذا في رأس الخيمة؟ رأس الخيمة؟ لماذا مركبة الفضاء مكسوة بورق ألومنيوم؟ تبدو فعلا رخيصة. رخيصة؟ ما كانت سرعة الواي فاي لديهم؟ واي فاي؟ لم تكن موجودة. واي فاي؟ اسمعوا، حين نصل سنقوم بجولة قصيرة في المركبة الفضائية قبل أن ننتقل بالسيارة إلى منطقة المراقبة لنتابع انطلاق الصاروخ. حسناً، انظروا هذه المقصورة حيث يقود رواد الفضاء المركبة. واو، وهنا يحتفظون ببدلات الفضاء. بدلات الفضاء مهمة للرواد، فهي تؤمن لهم الأكسجين للتنفس وتحميهم من غبار الفضاء. والآن تعالوا معي، سنقصد منطقة المراقبة لنشاهد الانطلاق. يا كسلان، جرب بدلة الفضاء وسألتقط لك صورة. اسمع رشيد، أنا لا أظن أن هذا الأمر ممكن. في الواقع هذه فكرة ممتازة. هيا من أطفأ النور. باستعمال البرنامج المناسب سوف يظن الناس أنك كنت حقاً في الفضاء. أتعرف هذا يا كسلان؟ أرجو من كل الزوار مغادرة مركبة الفضاء لأننا سنطلقها الآن. يجب علينا أن نغادر من هنا بسرعة، لا نريد أي مشاكل. مهلاً، انتظروني. أين كسلان؟ لقد تأخرنا. سيكون هذا رائعا. قد جئت، هيا بنا، إن الصاروخ أصبح على وشك الانطلاق. بقيت 10 ثواني، بدأت مرحلة التشغيل. 5 4 3 2 1 0. كل المحركات تعمل. بدأ الصاروخ بالارتفاع. أليس هذا رائعا؟ كسلان. مرحبا سيدي، هل تسمح لي بالدخول؟
لا شيء. ياي ياي نورة. رائع.